بين 10 و 26 الشهر مشاهدينا انتم على موعد على مسرح مونو بمسرحية جديدة اللي هي مسرحية بسي للممثل والمخرج مارسيل غوسن، مسرحية كوميدية مقتبسة رح تقضوا فيها يعني وقت من الضحك والتسليه. اليوم ضيفنا هو مارسيل ليخبرنا أكثر عن المسرحية. صباح الخير. بونجور. كيف ليه نقيت تكون كوميدي؟ عامل كومباك بكوميدي، لك سنين غايب عن المسرح ورجع بمسرحية مفروض تسلي يعني. أكيد مفروض تسلي العالم. كوميدي لأنه يعني العالم بحبوا يضحكوا وقت يروحوا على المسرح، وانا بيناتهم يعني انا بحب عبالي اشوف هيك عمل كون مبسوط فيه ويكون لايت ويكون هيك البسمه على وجوهنا يعني. لانه عاده اللي بيكونوا مخرجين خاصه اللي عم يعملوا يعني بدايات مسرحياتهم الرسميه اللي بيكونوا هن مخرجين لحالهم فيها بيحبوا ينقوا الدراما وينقوا النصوص الصعبه ويعملوا اقتباسات و مثل يعني بنقوا الطريق الاصعب ليبينوا اكثر عن موهبتهم. انا كنت اعمل هيك يعني، انا بلشت بالدراما، كنت نقي مواضيع على تشيخوف ويعني قصص كثير دارك وهيك وبكي وخبيط، مش خبيط بس انه بكي وزعل وقصه كنت شوي كثير قويه يعني للجمهور. حبيت اختبرهم يعني باول بدايتي على المسرح كمخرج. يعني بتحس حتكمل بالكوميدي بعدين لما زلك اخترت اول وحده كوميدي، ولا عم تعود العالم على اسمك ليصير عندهم ثقه فيك اكثر وبالتالي تقدم لهم الدراما اللي هي بدها يمكن مجهود اكثر بلبنان واحد يروح يحضرها؟ الدراما بدها مجهود كثير كبير اكيد، وانا على بالي هلا بهالفتره بهالمشاريع اللي عم بخطط لها انه خوض اكثر معركه الكوميدي، لانه يعني شوي شوي بحس اهين للعالم يجوا يحضرونا ويشوفونا ويشوفوا اعمالي، يمكن بعدين وقت يعني ان شاء الله اكيد وتبلشوا يتعودوا علي ساعتها بخوض معركه الدراما ليتر اون كثير يعني. مش معركه يعني. الكوميدي منها صعبه بلبنان، في كثير منافسه كوميدي بلبنان، في يعني الوان مان شو اذا فينا نسميه او الممثل الوحيد اللي بيكون على المسرح وبيعمل كوميدي، في مسرحيات كوميديه شانسونيه، في مسرحيات اكيد يعني في كثير انواع مسرح بلبنان على الكوميدي. هلا انا شو بحب يعني الطريقه اللي بحب فرجيها هي يعني بحب ابني اكثر الموضوع يعني على موضوع على قصه حلوه تكون يعني. هلا انواع الكوميدي عندك كذا نوع، عندك الكوميدي الكاركترز يعني الكاركترز بيضحكوك يعني وان مان شو اللي بيضحكك بتصرفاته على المسرح بكل القصص اللي بقولها. انا عم بركز شغلي اكثر على سوء تفاهم بالقصه يعني على الكيبروكو اللي بيصير اكزاكتلي على الكيبروكو وعلى على على على, على, على الخبصه الكبيره اللي بتصير بين الشخصيات بين القصه كيف تاخذنا والمواقف الحلوه كيف فينا نخوضها يعني. والاكيد هلا الاكيد كمان ببني قصص على الشخصيات يعني شخصيات يكونوا مهضومين وقريبين على الجمهور والطريقه كيف بعالجها انه هي كمان في صعبه لانه بدك تجربي تنقي الممثلين اللي هن قد ما فيك ينتموا للشخصيه اللي انت بدك اياها على المسرح. فهون بصير معركه الكاستنج يعني تجيبي حدا يقدر قد ما فيه يتقرب على الشخصيه لانه اذا ما تقرب كثير ساعتها بدنا نشتغل يعني. شو قصه المسرحيه مارسيل؟ بسي هي مقتبسه عن مسرحيه فرنسيه؟ مزبوط، هي مقتبسه عن قصه لساشا جيتري اسمها اون فولي. هلا انا اخذت القصه وجربت قد ما في لبننا، كتبت يعني اشتركت كمان بالكتابه بس اكيد ما دقيت بجوهر المضمون لانه بكون عم باذي شوي المضمون المساج اللي بدنا نوصل له وهذا المهم. بتحكي عن قصه كابل عندهم مشكله بيناتهم، هي مشكله الفيداليتي المتكاتر يعني عندهم كثره فيداليتي بيناتهم. هذا هي الفيداليتي اللي عم بتركبهم هوس انه كل واحد عم بخاف الثاني انه خليك حد يخلي انه متكمشين ببعضهم بطريقه كثير كبيره فبيجوا لعند البسي اللي هو كمان عايز بسي اللي هو انت بالمسرحيه هو انا. ومين عم يشاركك بالتمثيل؟ قلت لي كاستنج كان صعب لتلاقي الكاركترز اللي يعني اللي بيركبوا على كل دور من الادوار. مزبوط، هو اكثر شيء كان صعب الكاستنج لانه انا كان بدي حدا يلعب محلي، ما كان على بالي انا العب يعني ما كان على بالي انا العب نفس الوقت اخرج افور كثير جهد كثير كبير ومتعب ومنه هين تقدر تلعب. ما لقيت حدا يقدر يلعب دور لبسي مثل ما لقيت ابدا حدا، تعذبت لهالدور فاخر شيء قلت يلا خلص انا بس وبجرب يعني مش انه انا الحال لا انه بجرب شو وسالت كثير شو لو المخرج اكثر واحد بيكون عنده رؤيه يعني طبع كيف بده يكون كاركتر كيف بده يكون. مين كمان شاركك بالمسرحيه؟ شاركني جوزيف عزوري، ماري كريستين طياح، زينه مكي،
لسا باقوس ومها متري، وبوجه لهم تحيه بقول لهم كثير ثانكس على كل الافور وعلى شطارتكم وعلى كل الوقت اللي اعطيتوني اياه. مارسيل، نص اجنبي ممكن يمشي على يعني يتلبنن ينعمل على لبنانيز القصه؟ هيدي كانت كثير صعبه لانه كثير فرنسويه وقديمه وكثير بيحكي نابليون وبيحكي قصص يعني كثير صعب، كيف بدي كثير واجهت صعوبه تقدر يعني اخترع قصص، بدي اخترع قصص تنقدر نقرب قد ما فينا بنقدر على هلا، لانه عاده واحد بيضحك على الاشياء اللي بيفهمها كثير او بتكون معلقه بثقافته، يعني بشيء صاير معه او سامعه او يعني هاي الاشياء الكوميدي تعلق بشيء نضحك على حالنا فيه. مزبوط. هون جربت يعني قد ما في اقرب هالشغله ونعملها شوي قد ما فينا نعملها يعني لبنانيه بكل المواقف، يعني نحن اللبنانيين كيف نتصرف وتروح على السوبر ماركت وتنجوز يعني اخذت مواقف شوي يعني لبنانيه اخترعتهم ولبقتهم على الكونسبت، يعني ما فينا نخترع شيء ما يلبق على جوهر القصه، بيطلع اور سوجي او بيطلع شيء مش بتماك مش تكامش مع القصه، مع بيطلع شيء ما بيضحكنا لانه منا معنيين فيه. يمكن ما بتطلع بعدين اور سوجي انه اللي عم يحكينا بهاي وشو لها قصه بالقصه وكذا، ما هي صعوبتها انه تلبقي المواقف اللبنانيه بضمن القصه اللي ساشا كتري كتبها. هذا شغلك. طيب مارسيل، بلبنان يعني في مسرحيات بتنحضر كثير اكيد وفي مسرحيات ناجحه، بس ثقافه انه نحن نروح على المسرح ونحضر مسرحيه ما انا كثير موجوده لانه لسنين طويله غابت يعني شوي انه ايه شوي ضعيفه فينا نقول يعني هل ما بتخاف انه يعني انت من اللي عم بخاطروا انه يعملوا مسرحيه على 16 يوم من 10 ل 26 الشهر؟ يمكن بصراحة ما تفول كل الليالي. بقول لك شغله بصراحه، يعني اكثر شيء تشجعت وقت حضرت مسرحيه جوقديح. تشجعت لانه اسم الله عليه حلوين مسرحيته كثير وحبيت وهو رفيقي وتانكس كمان ساعدني بهالعمل، وشفت لا انه في اقبال منيح على الكوميدي ورجعت قلت خلينا نعمل كوميدي تبلل، فهيدا شوي اعطاني بوش تقدر انه ارجع اخوض معركه المسرح. على كل حال بينك وبين جو بين كثير من الشباب اللي بيامنوا بمسرح اللبناني وبيعملوا هالمجهود كله، شوي شوي بترجع بتصير ان شاء الله يعني اكيد قسم من ثقافتنا، بصيروا الاجيال الجديده اللي معودين على الايباد والتي في والدي في والسينما بيروحوا كمان على المسرح. على المسرح ان شاء الله. معنا ولا مقطع من التمرينات فينا نشوفه؟ عندي صور مقطع بعدنا هلا يعني عملنا كثير مقاطع حلوه، بس انه للاسف نحن بس تاخرنا تنفوت على المسرح. اكيد بشكر مسرح مونو لكل التسهيلات اللي عم يعطينا اياهم، بس نحن لانه انا كنت بفضل اكثر كون عندي بالاستوديو عم بقرب الممثلين وعم باخذ راحتي معهم اكثر بالقصص، وبعدين فتنا على المسرح شوي مأخرين. لكن من 10 ل 26 الشهر بتياتر مونو والبطاقات تباع بتياتر مونو. مزبوط، وفيهم كمان يتلفنوا عم بيحجزوا بطاقاتهم عند بكل فروع ليبريري انطوان. ليبريري انطوان والكل معزومين. اوكي اهلا وسهلا. ميرسي لك مرسيل لكم، وحابب اشكر كثير الام تي في وحابب اشكر فيش اي برودكشن وتايم اوت ولابتيفيتي وبيروت بيروتينج وكل اللي ساهموا عن جد بالبيروت نايت لايف وكل اللي ساهموا بالدعايه وبالدعم بروموشن حلوه لهالمسرحيه ونطركم. هلا مندفعك حقهم هول الدعايات. اوكي نحن حناخذ بريك مشاهدينا ونرجع منتابع.